مشاهدينا خلونا ننتقل إلى فقرتنا التالية عن الرهن العقاري. طبعا مشاهدينا في الأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء على نظام الرهن العقاري والذي عده البعض خطوة على طريق تفعيل الحركة العقارية وتمكين المواطن من امتلاك مسكن العمر وحل المعضلات المتعلقة به. هذا القرار والذي أتى لخدمة أبناء الوطن في توفير حياة كريمة لهم وتوفير مسكن آمن لهم، سنناقش ما يتعلق به وآفاقه المستقبلية. للوقوف على هذا الموضوع بطريقة موضوعية معنا سعادة المهندس حسام أرشودي رئيس التنفيذي لإحدى الشركات التطوير العقارية والمستثمر في هذا المجال. سعد صباحك. صباح النور. حياك الله وأهلا وسهلا فيك سعادة المهندس. يعني إلى أي مدى هذا القرار ممكن يخدم الحركة العقارية ويسهل امتلاك المنازل للمواطنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية القرار هذا هو مهم جدا، هو جزء من تنظيم السوق العقاري. السوق العقاري هو من أكبر القطاعات اللي موجودة ولكن ينقص كثير من التنظيمات. نعم. بلا شك هذا حيفتح مجال للتنظيمات كثيرة سوف تأتي إن شاء الله خلف النظام هذا، من ضمنها أيضا آلية التثمين وتقييم العقار. التأثير طبعا إن شاء الله أتمنى إن شاء الله يكون إيجابي، ولكن البنود ما وضحت إلى الآن ولا اطلعنا عليها. نعم. ولكن إذا كان الرهن اليوم نظام الرهن هو المتعارف عليه أنه يكون بضمان الأصل، فبما في شك أن هذا سوف يضع يعني آلية تقييم قيمة فعلية للعقار، وسوف يتأثر إيجابيا بخفض أسعار العقار اليوم الموجودة، وسوف يتيح الفرصة لشرائح عدة لتمكن من الحصول على هذا العقار. يعني ممكن هي الملامح لم تظهر بشكل جلي حتى الآن، لكن يعني هناك أشياء معينة متعرف عليها دوليا، خلنا نتحدث عنها. وهل ستكون يعني مساهمة في توفير المسكن لذوي الدخل المحدود؟ هي ما هي مرتبطة في الدخل، يعني نظام الرهن العقاري ما يعني أني أنا أقدر أوفر، ولكن هذه طبعا على حسب المنتجات الموجودة في السوق. لكن في بعض الأحيان ممكن تخفض من نسبة الفائدة لدى الشركات العقارية والبنوك. نعم، هي تخفض من نسبة الفائدة ولكن عدد المقترضين سوف يزيد. نعم. وإذا ما عندك سوق ثانوي للسندات لشراء الأصول هذه سوف بالعكس يرفع سعر الفائدة بكرة في المستقبل. مع الرهن؟ مع الرهن طبيعي. يعني أخذ فلة بمليون بعد 25 سنة مليونين؟ أنا أتكلم لك على شو اسمه الفائدة حقت الإقراض. أنت تتكلم اليوم. أيوة، هي ب7%. 7% فائدة الإقراض اليوم. طيب. قد تنخفض في البداية، ولكن أنت ما عندك السوق، عندك اليوم ما فيه سوق ثانوي للسندات. فإذا أنت عندك اليوم فتحت نظام الرهن العقاري وتقدمت عند الشرائح كلها اليوم للشراء مثلا، وفي عندك يعني خلينا نقول قروض محدودة. نعم. طيب راحت القروض هذه اليوم، ما عندي سوق ثاني، فتصير وقتها بالعكس تصير نسبة الفائدة على القرض ترتفع. في البداية طبعا حتنخفض لأن حيكون في تنافس من دخول شركات تمويلية تنافس البنوك في البداية. لكن البعض يقول بالنسبة لهذه القرارات ممكن أنها تزيد معدل التضخم وبالتالي ترتفع أسعار العقارات، هل هذا الشيء صحيح؟ طبعا هو أي قرار اليوم سوف يعني خلنا نقول يعني ما نقول إنه يستغل مثلا في طريقة، ولكن سوف يكون له أثر إيجابي في البداية من ناحية طبعا ملاك العقارات لرفع الأسعار. لكن على المدى البعيد كيف كان أثره؟ على المدى البعيد البنوك اليوم سوف تدخل في المخاطرة، أو خلينا نقول مو سوف يدخل في المخاطرة، فطبيعي لن يقبل بالأسعار خلينا نقول المبالغ بها، لأن في النهاية هو الضامن اليوم بالنسبة له هو العقار وليس أي شيء ثاني. نعم. بشكل عام أنه الرهن العقاري هو يأخذ 40% من قيمة الأصل؟ لا لا، الرهن العقاري هو كامل قيمة الأصل. كم طيب يعني احنا الان تقدم ممتاز. مثلا تبي قرض على الوحده السكنيه على اكس مثلا او طيب، فانت تدفع مثلا 20% من قيمه الوحده السكنيه والبنك سوف يعني يقرض باقي القيمه برهن العقار. برهن العقار طيب. نعم. اذا كان هذا العقار سعره مبالغ فيه فهنا البنك ما راح يوافق على التقييم. انا هنا ما اقصده. نعم. انا ال 40% هل هو ياخذه إذا تحدثنا عن أسعار الآن مبالغ فيها، الآن أصلا العقار في المملكة أسعار مبالغ فيها. نعم. فهل تأخذ على نفس الأسعار أم ستكون لا هناك تقييم آخر؟ إذا كان البنك أو المقرض سوف يقدم لك القرض مقابل رهن الأصل فقط لا غير. نعم. وليس له داخل مثلا في مثلا ممتلكاتك الأخرى أو دخلك الآخر، فأكيد البنك سوف أو المؤسسة المالية أو الشركة المالية المقرض سوف يحرص أن قيمة العقار تكون منطقية جدا، فآلية التقييم سوف تتغير.
نعم. اليوم احنا لا يوجد عندنا آليات التقييم. نعم. طيب هل مثل هذه القرارات ممكن انها تساعد في حل أزمة السكن وتساعد على تملك المواطنين لمساكنهم؟ هو طبعا هذا هو خلينا نقول القرار الاول، وهو جزء من القرارات المفروض ان تجي بعدها طبعا. نعم. هو قرار مرتبط في عدة قرارات اخرى يجب تجي، مثل آلية التقييم، مثل يعني خلينا نقول السجل العقاري يكون يفعل نظامه. بما في شك اذا هذه كلها وجدت سوف تسهل من التمليك. طيب تطوير ايضا المخططات اللي لا زالت لم تطور حتى الان، هل ستساهم ايضا؟ ستكون مساعده مع الرهن العقاري؟ لا ما لها دخل المخططات، يعني هذا خلينا نقول المضاربه على اراضي ما تدخل هذا. انت القرض الرهن العقاري هو انت ترهن ارض او ترهن ملك يعني. اما اني اساعد كمطور لا تساعدك، لا طبعا لا تساعد المطور. لا تساعد المطور. كيف راح ياخذ اراضي؟ بياخذها بسعر غالي؟ طيب لا ما الموضوع مختلف نهائيا، ان ارتفاع سعر الاراضي هذا الان هي 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 ثلاث قرارات. نعم، الايجار العقاري التمويل. ايه؟ عطني اياها ايش هي؟ هي الايجار أيوة. التمويل والرهن العقاري. طيب ممتاز. انا اذا بتحدث عن اني انا كشركه تمويل، انا ببني شركه تطوير. تطوير نعم. عفوا ابني وحدات سكنيه صح ولا لا؟ ابنيها عن مقابل ايش؟ مقابل رهن هذا العقار. هذا طبعا مختلف جدا. يعني انت تتكلم على قرض المشاريع، قروض المشاريع نعم بالنسبه للبنوك الان تعطي ضمانات اكثر انها تكون مقابل رهن العقار. نعم. واسعارها؟ اسعار الفائده طبعا تقل، فتعطيني فرصه للمطور الان للحصول على اراضي اكثر. طيب بالنسبه للنظام مره ثانيه برجع اتكلم فيه، يعني هل هذا النظام يساهم في، طبعا بما ان العقار يعيش طفره وارتفاع في الاسعار وتضخم فيها، هل ممكن هذا النظام يساهم في خفض هذه الاسعار؟ اولا خلينا نوضح شيء واحد، النظام هذا اليوم حيتيح فرصه لعده شرائح سابقا كانت ما عندها القدره ان تحصل على قروض. يعني اصحاب الموظفين المؤسسات الصغيره، موظفين الشركات الصغيره اللي البنوك اليوم ما تعطيهم قروض لأن ما تضمن الشركات اللي هم فيها، لأن هو القرض كان مقابل ضمان الراتب. اليوم القرض أصبح ضمان العقار، فسوف يحصلون على خلينا نقول قروض تتملكهم، فشرائح عدة اليوم هتتمكن من حصول على قروض الشراء للوحدات السكنية. طيب راح نتواصل معك ونكمل معك، لكن ينضم معنا الآن عبر الهاتف الدكتور فهد بن جمعة الخبير الاقتصادي. حياك الله معنا ويسعد صباحك. أهلا صباحكم الله بالخير. يعني دكتور فهد، الكثير ممكن يعني يتكلم عن الرهن العقاري، والان يعني لا زالت الضبابيه تحول حول يعني، وهو لا زال يعني لم يشرع، لم تضع له الضوابط، لكن دعنا نتحدث في المستقبل القريب، هل سيساهم في حل مشكله الاسكان في المملكه؟ لا شك اننا النظام او الرهن العقاري الجديد ضروري، وهو عبارة عن منظومة، وإلى الآن هي الخطوط العريضة، يجب أن ننتظر ونرى التفاصيل، ماذا سوف يكون في هذه التفاصيل. إذا ننظر إلى الرهن العقاري بشكل عام في المدى القصير، سنة إلى المدى المتوسط 5 سنوات، سوف يؤدي إلى رفع أسعار العقار، سوف يؤدي إلى زيادة الطلب على المعروض، سوف يزيد الطلب على القروض. هل سوقنا مهيأ أن يلبي هذه الطلبات؟ في رأيي لا. والنقطة الثانية، ما هو الهدف من هذا الرهن العقاري؟ هل الهدف هو أن يتملك السعوديين اللي نسبتهم حسب الإحصائيات العامة 48% لا يملكون منازل، وبعض الإحصائيات تقول 60%؟ هل هذا الرهن العقاري سوف يمكن هؤلاء السعوديين؟ في رأيي لا، لأن معظم هؤلاء السعوديين من الدخول الضعيفة، يعني إذا كان راتب الشخص 3000 أو 4000 أو أقل من 5000 كيف جميل. يمتلك منزله جميل. ليس عنده رأس مال يدفع 20%. نعم، هذا ما تحدثنا دكتور يعني قبل قليل، كنت تحدثنا مع ضيفنا في الاستوديو حول تطوير مخططات المنح الآن، هل تطويرها سيساعد وسيساهم في يعني فرض مثل هذا نظام الرهن العقاري، فأن يستطيع المواطن يتملك إذا كان في الوضع الحالي الآن لا يستطيع بعدم وجود أراضي وعدم وجود عقار، وممكن أن تكون الأسعار مرتفعة ومبالغ فيها، وبالتالي لن يستفاد من نظام الرهن العقاري؟ نعم، إذا ما نظرنا إلى مثلا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية برامج اللي دخلهم منخفض، علينا أن ننظر إلى متوسط دخل الفرد. جميل.
لا يمكن لشخص أن يمتلك منزل أو شقة بأكثر من 200,000. نعم. إذا كان هناك نظام من البلديات أن ينظم المخططات والرخص على أن يكون هناك مباني طويلة أو على متعددة الأدوار وبأسعار ممكن لا تتعدى 200,000، هذا سوف يساعد ويمكن لدخولهم أقل. أيضا على الدولة أن تكون داعمة لهؤلاء الأشخاص. نعم. الهدف إن هو توفير سكن لهؤلاء الأشخاص المتوسط الدخل ومرتفع الدخل، أنا أعتقد معظمهم يملكون المنازل وقد لا يكون هناك إقبال منهم إلا قليل. فالمهم إن هذا النظام هو فرصة اختيار لمن يريد أن يبني أو يمتلك عقار، لكن ما هو الهدف من هذا الرهن العقاري؟ هو أن يمتلك معظم السعوديين أو يكون قادرين وخاصة لدخولهم منخفضة على أن يمتلك سكنهم. كيف يمتلكونه؟ يجب توفير سكن في متناولهم، لا يمكن أن تبني عمارة وتؤجر أو تبيع الشقة ب600,000 والشخص دخله لا يتعدى 3,000. نعرف إحنا في الدولة إن الحد الأدنى للأجور هو 3,000. فعلينا أن ننظر إلى هذه الأمور ونخدم هذه الطبقة اللي تمثل أكبر شريحة في الاقتصاد السعودي. يعني ممكن دكتور فهد في المرحلة القادمة نشوف تنافس ما بين شركات التمويل والبنوك على حل هذه الأزمة؟ أنا أعتقد أن الحل لن يأتي من البنوك ولا من العقاريين ولا المطورين. يجب أن يكون هناك أنظمة تصدر من الدولة وخاصة من البلديات ومن وزارة المالية وغيرها، يكون هناك بناء مساكن وتوفير مساكن حسب الشرائح المجتمع. الشريحة الكبيرة وهي اللي دخلها منخفض، وثم تأتي الشريحة المتوسطة الأقل، أما الشريحة اللي عندها دخل كبير فهي ممتلكة مساكنها وقد ترغب في الشراء، لا يمنع ذلك. لكن الهدف هل يستطيع الرهن العقاري تمكين أصحاب الدخول المنخفضة من امتلاك سكن لهم؟ هذا هو الأهم بالنسبة لي. نعم، يعطيك العافية الدكتور فهد بن جمعة الخبير الاقتصادي، شكرا لك ونعود بالتأكيد يعني لك ضيفنا. وخلنا نتحدث عن يعني برضو في نقطة مهمة في الموضوع لعلها هي متقارب ولا لا وتقدر تصحح لي. يعني الآن نظام التمويل بالنسبة العقاري الموجود الآن بصفته العادية، نعم، هو كأصل هو ملك للبنك أو ملك للشركة، صح ولا لا؟ هو ملك لأحد شركات البنوك. طيب، هنا ممتاز، ومؤجر عليك، إذا ما سددت بيسحب منك. إيش راح يقدم آلية التنفيذ؟ لا، مو صحيح، ما هو بشرط انه يسحب منك، وعشان يسحب منك يدخل في قضايا وفي مخاطرات. لا، ولكن احنا يعني كذا ولا كذا هو راح يقدر يسحبه منك، صح ولا؟ لانه هو اصل له ولا لا؟ هو مسجل. نعم، هو مفرغ له، صحيح، هذا اللي بقصده. نعم، الرهن العقاري يصير نفس الكلام، صح ولا لا؟ صحيح. وش الفرق؟ لا، الرهن العقاري اولا الشرائح اليوم اللي تحصل على القروض بالشكل هذا هي محدوده، الشركات الكبرى، موظفين الدوله، ولكن في شرائح كلام عن نسبه المخاطره. اي، خليني اشرح لك. طيب، انا اليوم تزيد نسبه المخاطره فيه، اليوم ما في آلية تنفيذ. كيف؟ يعني اليوم أنا مثلا ما سددت البنك، ما في آلية تنفيذ تحدد من أنا البنك يخطرني مرة ثنتين ثلاثة ثم يروح ينفذ من غير ما يرجع لي. في نظام الرهن العقاري سوف يكون هناك آلية تنفيذ، هو الصك مرهون وقتها وليس مفرغ باسمه، ولكن يحق له أن يتصرف بناء على الشروط التالية. يعني يخطرني مرة، يخطرني مرتين، يخطرني مرة ثالثة، يفرغ ويبيع الأصل من غير الرجوع لي. حلو. فنسبة المخاطرة عند البنوك تقل طبعا. طيب، هل ممكن هذا النظام ممكن يؤثر على مواصفات المساكن، أحجامها، أسعارها؟ طبعا، هو إذا جاء النظام هذا ثم جاء التسجيل العقاري، احنا اليوم ننظر اليوم فقط للوحدات السكنية، لأن المستوى التشطيب، الجودة، البنك يوم يشتري دخل معك مخاطرة 20-25 سنة. فيهم الآن يقيم الوحدة السكنية تقييم جيد. الأصل إذا ما كان يعني خلنا نقول ذو تنفيذ جيد ومواصفات جيدة، مثلا القيمة الفعلية حقت الأصل حيكون فيها هبوط مع الفترة الزمنية، وهذا الشيء هو ما يعني ما يرغب فيه المقنع. يعني مستقبل القطاع العقاري وأيضا المساكن في المدن الكبيرة مستقبلها مع نظام الرهن العقاري الجديد، يعني ممكن سيكون يعني المستقبل أفضل من ما هو عليه الآن.
طبعا احنا نتمنى ان اليوم ان النظام يرى يعني صدور النظام التفاصيل اللي فيه تكون واضحه جدا، وان يكون ان الضمان مقابل الرهن فقط لا غير الاصل. اذا صار شيء هذا طبعا اكيد هذا يرفع من مستوى الجوده، يقلل من سعر مثلا قيمه الوحده السكنيه، لان تكون القيمه منطقيه اكثر وفعليه اكثر. وليس بيكون المدينه الرئيسيه، فجميع المدن طبعا. طيب ايش تتوجه لمشاهدي برنامج صباح السعوديه اللي حابين يتملكون او اللي راغبين بتملك المساكن، ايش تنصحهم؟ اولا طبعا ننتظر خلينا نشوف النظام الى ما يكتمل ونشوف تفاصيل النظام. ثانيا ان التقييم اليوم جدا مهم، ولا يندفع وراء ارتفاع الاسعار، يعني يجب ان يكون متاكد انه كان يعني هو التزام منه اليوم يوم يشتري وحده سكنيه لا قدر الله تدخل بكره يعني خلينا نقول في انخفاض في السعر، هو مسؤول عنها. بإذن الله إن شاء الله احنا نتوقع أن الارتفاع يكون مؤقت يعني إذا كان صار، وأن الأسعار تكون منطقية، وأن مع النظام هذا وتنظيمات أخرى يكون في تنظيم للسوق. نعم. سوف يدع حق المطورين والباقيين كلهم في تنافسية أكثر. يعني توقعاتك كمطور ممكن إذا كان هناك انخفاض أو يعني ثبات في الأسعار كم ممكن تكون النسبة؟ ما يعني أنا ما أقدر نعطي نسبة اليوم معينة، يعني هذه كلها مرتبطة على مستوى دخل الفرد، أمور كثيرة مرتبطة في سعر العقار وسعر الوحدات السكنية، ولا تقدر تقول هي نسبة انخفاض معينة. ولكن بما في شك أن الأسعار مبالغ فيها اليوم، ولأن الأساس اللي هو أسعار الأراضي مبالغ فيها، لأن نص الرياض أراضي فاضية. أيوه كل الشكر والتقدير لك المهندس حسام الرشودي الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري، شكرا لك على وجودك معنا وعلى إضاءاتك المميزة اللي أشرقت فيها بعض الجوانب لهذا النظام، نظام الرهن العقاري، وإن شاء الله يكون المشاهد استفاد من هذه الفقرة ومن الكلام اللي قلناه. شكرا لك. شكرا لك ومشاهدينا الكرام.